مجال التحيه لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، واحد من اهم اللاعبين الحقيقه، يعني نجم كبير ان شاء الله، مستقبله كبير جدا مع النادي الاهلي وكل اللعيبه الحقيقه. مروان عطيه مبروك يا مروان، ربنا ما بيكافئ بيكافئ بشكل كبير جدا، يا رب يحفظك ان شاء الله باذن الله وتستمر على الاداء ده، لان جمهور النادي الاهلي مستني منك كتير جدا يا مروان. مبروك ليك ومبروك لكل اللعيبه الرجاله. حابب تقول النهارده على الفوز المهم والتاهل لدور نص النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حابب اقول الحمد لله، طبعا كان ماتش مهم وماتش صعود وماتش مش سهل في فرقه الرجاء في وسط جمهورها. الجمهور ده يعتبر من احسن جمهور في العالم، جمهور كويس جدا ما بطلش تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه، والماتش كان صعب جدا، هم نازلين عايزين يكسبوا، والحمد لله قدرنا ناخد اللي احنا عايزينه من الماتش ونتاهل الحمد لله يعني. وبعد كده عندنا ماتش السوبر باذن الله بنفكر فيه، خلاص ده ماتش وخلص، بنقفل الصفحه وبنفكر في ماتش الزمالك اللي جاي باذن الله. وببارك للجهاز وللعيبه والاداره والجمهور كله، اللهم الحمد لله، وان شاء الله نقدر نفرحكم دايما باذن الله. كبيره جدا من مستر كولر معاك، وتعليمات على طول بيحفزك، وحتى في الكواليس يا مروان بنشوف حاجات بتدي دفع وبتحملك مسؤوليه كبيره جدا الفتره اللي جايه. اه الحمد لله، طبعا هو مستر كولر بيتعامل معايا كويس وبيتكلم معايا كويس الحمد لله يعني، بمساعده زملائي برضو، انا في الملعب من غير زملائي مش هبان كويس، والحمد لله الواحد بيقدر يأدي ويسمع تعليمات المدرب ويساعد زمايله في الملعب، والحمد لله الواحد بيظهر بشكل كويس يعني. اخيرا قفلنا الصفحه خلاص، عندنا مباراه مهمه وعندنا بطوله مهمه، بطوله السوبر بالنسبه لنا، شايف البطوله ازاي؟ ونقول ايه لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد ورانا مروان؟ لا نقول لهم ان شاء الله باذن الله ماتش السوبر برضه دي بطوله مهمه جدا، وبطوله زياده تخش النادي باذن الله، وان شاء الله احنا مركزين من اول بكره، من اول ما نرجع ان شاء الله. ان شاء الله خلاص ماتش الرجاء خلص وبنفكر في ماتش السوبر، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله وناخد السوبر باذن الله. حبيبي ربنا يخليك، الله يعزك. كل الشكر والتقدير لواحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه مروان عطيه، وكل اللاعبين الحقيقه الكل على قلب رجل واحد، وده اللي احنا بنتمناه من كل لاعبي النادي الاهلي. خلاص صفحه، مباراه انتهت خلاص، عندنا القادم ان شاء الله باذن الله مباراه السوبر، يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي.